أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل جماعة التبليغ في الهند صوفية؟ ونرجو من سماحتكم إحالتنا لكتاب عن حال هذه الجماعة. يا أخوان، التبليغ كتب عنه كثيرا ممن صاحبهم وممن درس أحوالهم، فيه كتب كثيرة تبين حالة التبليغيين، مثل كتاب القول البليغ للشيخ محمود التويجري، وهو من يتثبتون وممن يقولون بعلم لا بظن ولا بجهل، وكتبه ولله الحمد محررة وموثوقة. ومنهم الشيخ تقي الدين الهلالي المغربي، له كتاب اسمه المنهاج، كتاب مجلد ضخم في بيان أحوال جماعة التبليغ، وأناس صحبوهم وكتبوا عنهم عن رؤية وعن معرفة، وهم كثيرون، فلم يبقى أمرهم خفيا. هم جماعة صوفية، ونحن والحمد لله لسنا بحاجة إلى أن يأتينا ناس من الخارج وافدين. هي بلادنا بلاد الدعوة ومنبع الدعوة، وفيها بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها نزل القرآن والسنة. الواجب العكس، أننا نحن نبصر الناس وندعوهم، أما هم يجون يبصروننا. لماذا ما نفعوا في بلادهم؟ لماذا يتعدون بلادهم ويأتون إلينا؟ إذا كان عندهم نفع وعلم ينفعون بلادهم، بلادهم تعج بالشركيات وبالكفر وبالملل، لماذا لا يجاهدون ويدعون إلى الله في بلادهم؟ نعم. أنذر عشيرتك الأقربين، الله جل وعلا قال لنبيه: وأنذر عشيرتك الأقربين، يبدأ بهم أولا. نعم.